شكرا الزميل العزيز محمد الجباس، برحب بحضراتكم من جديد مشاهدينا الكرام، مشاهدي سي بي سي وبرنامج العالم في العالمين في كل مكان، من المدينه التي لا تنام، من مدينه السحر والجمال، من مدينه الروعه، مدينه العالمين الجديده اللي بتحتضن النسخه الثانيه من مهرجان العالمين. الحقيقه الجديد زميل محمد الجباس ان حاله الزخم الكبيره الحاصله في جميع أنشطة وفعاليات وزارة الثقافة المصرية، هذه الأنشطة والفعاليات بتلقى قبول ورواج كبير جدا من كل الزائرين اللي بيجوا هنا مهرجان العالمين. ويمكن كتير بيسألوا ليه السبب، ايه فكرة ان الناس كلها بتتجمع يعني حوالين الأنشطة الخاصة بوزارة الثقافة المصرية؟ يمكن السبب يكمن في حالة التناغم والتجانس الكبيرة والسيمفونية الرائعة اللي بتعزفها مختلف قطاعات وزارة الثقافة المصرية. ولما نتكلم عن هذه القطاعات اكيد ابرز هذه القطاعات اللي مشاركة بقوة في هذا المهرجان الهيئة العامة لقصور الثقافة، صندوق التنمية الثقافية، البيت الفني للفنون الشعبية والاستعراضية. الحقيقة ان الثلاث قطاعات دول بيقوموا بدور وطني محترم ومقدر ومشرف حتى هذه الاثناء في هذا المهرجان العمل على راحة كل الجمهور اللي بيجي المهرجان هنا. يمكن كمان الثلاث قطاعات بيقدموا لنا يعني فرق اللي فرق الفنون الشعبية والاستعراضية من مختلف المحافظات المصرية اللي مشاركين وبقوة في هذا المهرجان. نتكلم عن اكثر من 17 فرقة موسيقية تجوب في أرجاء وأركان مهرجان العالمين لتقديم العديد من يعني الأغاني والموسيقى التي تعبر عن التراث المصري الأصيل من مختلف المحافظات. يمكن من أبرز هذه الفرق فرقة الأنفوش للفنون الشعبية والاستعراضية، فرقة الحرية الإسكندرية، فرق من محافظات الإسماعيلية، الوادي الجديد، مرسى مطروح، شمال سيناء، بالإضافة إلى مختلف المحافظات الأخرى. نتكلم عن 17 فرقة موسيقية متنوعة بتقدم أبرز الفنون المعبرة عن التراث المصري الأصيل. لعل أبرز هذه الفرق فرقة الأنفوشي للفنون الشعبية والاستعراضية اللي بتقدم لنا أو قدمت لنا خلال الأيام اللي فاتت وما زالت تقدم لنا باقة من الأغاني الجميلة المعبرة عن التراث السكندري الأصيل مثل تراث الثغر والصيادين وعرب العمرية وكامب شزار، بالإضافة إلى أيضا العديد من الفلكلور الصعيدي اللي بيعبر بقى عن يعني ثقافة وتراث التراث الصعيدي الأصيل مثل المزمار والطبول وما إلى ذلك. حالة من التناغم والتجانس الكبيرة زي ما قلت بتعزفها مختلف قطاعات وزارة الثقافة المصرية من أجل العمل على إنجاح هذا المهرجان بالشكل الذي يليق بحجم الدولة المصرية الكبيرة. يمكن ده آخر رسالة لنا في هذه الفقرة وفي هذا البرنامج. ننتقل بقى إلى الفقرة الأخيرة والرسالة الأخيرة لزميلنا العزيز عمرو موسى اللي هيقدمها لنا. تفضل عمرو.